ها نحن نعود إليكم من جديد مع برنامج من روائع القصص في ثوب جديد ومكان جديد في وهران الحبيبة. ما زلنا أيها الإخوة في برنامجنا من روائع القصص نعيش وإياكم أحداثاً وقعت في تاريخ البشر، ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكرها المؤرخون وأصحاب السير. من روائع القصص هو برنامج ديني من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ فضيل بلعدم، يحكي فيه قصص الأنبياء والرسل مستخلصا منها الحكم والعبر، قريبا في رمضان على شاشة الباهية.